طب يا مستر، يبقى احنا اتكلمنا على الفيرست. تعالى بقى هنا، انا الواي ستيل اب، فبقت الواي بوزيتيف. الاكس عملت تشينج، فبقت الاكس نيجاتيف. الاكس لما تبقى نيجاتيف والواي بوزيتيف، يبقى انا كده في حاجه اسمها لايف سكند كواد. طب يا مستر برضو مش فاهم، السكند معناه ان الواي مور زيرو لكن الاكس بقت ايه؟ لس زيرو. برضو مش فاهم. قال لي يعني انا لما اجي اقول لك مثلا نيجاتيف 1 و 2، يا مستر ادي النيجاتيف عشان الفيرست ده بتاع اكس اهو، والواي اب، يبقى لما الاقي الاكس ايه؟ والواي بوزيتيف، يبقى انا موجود لاي فين؟ شكرا يا مستر، ادي ده سؤالي. طب تعالى نشوف فكره تانية. تعالى بقى نكمل. انا كده فيرست كواد سكند كواد، هنكمل هنا اهو، فيبقى ده نسميه ايه؟ كل ده ايه؟ ثيرد كواد. طب يا مستر اعرفك ازاي؟ بص معايا، الواي سوري الاكس لسه نيجاتيف، والواي عملت اوبزيت ساين برضو ايه؟ نيجاتيف. يبقى انا لو اديتك اوردر بير نيجاتيف 1 ونيجاتيف 2، انا ما يهمنيش النمبرز قد ما يهمني الساين. الاكس الساين هنا ايه؟ والواي لما الاقي التو ساين اكس وواي نيجاتيف، يبقى انا لاي فين؟ شكرا. طب ممكن تدهاني بشكل تاني؟ اه طبعا، ان انا اقول الاكس للزيرو والواي للزيرو، يبقى انا لما اقول لك كده برضه انا موجود في الثيرد كواد. تعال نكمل. ان انا بقى دلوقتي هرجع، فلما الاقي الاكس رجعت بوزيتيف لكن الواي الاكس والواي، يبقى انا بقيت فين؟ في الفورس كواد، مش كده؟ اه. طب يا مستر اديني اكزامبل. حاضر، لو انا جيت قلت لك 1 ونيجاتيف 1، مالكش دعوه بالنمبرز، عينك على الساين، عينك على الساين، اكس بوزيتيف واي نيجاتيف، يبقى انا في الفورث كواد. طب يا مستر ممكن تديني فورم زي ده؟ يعني ممكن يقول لي لو كان الاكس مور زيرو والواي لس زيرو، يبقى انا برضو فين؟ في الفورث كواد. يعلم ربنا تعالى. حبايبي عندي فورم تاني عايزين نتدرب عليه. لو جه قال لي انا يا عم اديتك اوردر بير 01، خد بالك بقى، ادي الزيرو واطلع اب عند ال1، ادي البوينت دي هي دي، يا ترى البوينت دي لايز اون، ينفع اقول فيرست؟ لا. سكند؟ لا. ثيرد؟ لا. فورث؟ امال دي فين؟ لايز اون الواي اكسس. الله عليك. طب لو قلت زيرو نيجاتيف 1، ادي الزيرو وانزل داون عند النيجاتيف 1، ايه ده؟ لايز اون واي اكسس. ريز يور فويس. طب لما اقول لك 1 و0، بص بقى المره دي، ادي ال1 ولا هينفع اب ولا داون، فبقيت هنا البوينت دي لايز اون اكس اكسس. يبقى لما يبقى السكند بروجكشن زيرو، يبقى البوينت اكس اكسس لايز اون اكس اكسس اهو، يبقى سواء معاها بوزيتيف ونيجاتيف انا ماليش دعوه، انا عيني على السكند. طب ممكن السؤال يجي بطريقه تانية؟ ايوه حبايبي، تعالوا نشوف الفورم الجديدة دي. انه لو اداني بوينت وقال لي لاي اون واي اكسس، استفيد ايه؟ فيرست زيرو. يعني اي حاجة اديها لك هنا تقول ايكوال زيرو، وبعد كده اعمل ايه؟ ايكويجن وحل يا مستر. طب اديني فور اكزامبل. بص بقى معايا، الراجل الجميل ده حط لي هنا اكس مثلا ماينس 2 وهنا 3 مثلا، وبيقول لي ان البوينت دي لاي اون واي اكسس، يبقى انت هتاخد مين؟ الزيرو. الفيرست كله، يعني هاخد يا مستر اكس ماينس 2 ايكوال زيرو، وبعد كده هنحلها ايكويجن اوبزيت 2. شكرا، ادي يا مستر جبت لك الفاليو بنفس الفورم ده، واحنا مكملين برضو عشان احنا بنقول لو انا جيت بقى غيرت كده وجيت قلت لك
ان البوينت دي ايا ما يكون لاي على الاكس اكسس. احنا بقى قلنا لما تبقى لاي على الاكس اكسس يبقى السكند ايكوال زيرو. الله عليك. يبقى اللي موجود في السكند هو اللي ايكوال زيرو، ونعمل ايه؟ ايكويشن واحلها واجيب الفاليو بتاع الميسنج اللي عندي. طب يا مستر اديني اكزامبل، تعال نشوف. سي مثلا حط لي هنا 3 وحط لي اكس بلس 2، هو بيقول لي البوينت دي لاي اون اكس، يبقى انا ساعتها هاخد مين؟ السكند، واقول له ايه؟ ايكوال زيرو، وبعد كده نعمل سولف ايكويشن زيرو ماينس، يبقى الاكس ايكوال نيجاتيف 2. وديني يا مستر كده جبت لك الفاليو. يا حبيبي درس الكوادرنت درس جميل. ممكن يقول لي هو ديتيرمن هو في الفيرست ولا السكند ولا الثيرد ولا الفورث؟ لا، ده مش كده وبس، ده يديني بوينت ويقول لي هدي لك السكند زيرو او الفيرست زيرو، يبقى ده مش موجود في اي كواد، ده حاجه من اتنين، يا لاي على الواي يا لاي على الاكس. ده مش كده وبس، ده انا اقدر ادي لك ميسنج واقول لك ان هو لاي. فنفتكر لما اقول لك لاي على الاكس يبقى الواي زيرو، لاي على الواي يبقى الاكس هي اللي بزيرو، وتاخد الموجود في الفيرست او السكند حلها ايكويشن وهات الفاليو الميسنج. احنا لسه مكملين في اول درس في الكارتيجن، وبرضه هنبقى نحل عليه تاني، ودخلنا دلوقتي على الكوادرنت، ولسه عندنا عمليات، لسه هنبقى نحل على الانترسكشن واليونيون والديفرنس بتوين سيتس. اشوفكم على خير. إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك.